أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية، وده وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، وإنما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب. خلينا نتعرف على تفاصيل هذه القصة، ما حدث وما رد الفعل من الجانب المصري، بصحبتنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وعايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن هذه الواقعة اللي حدثت على الحدود المصرية الإسرائيلية. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير أستاذ مصطفى. طبعا هو الحادث حادث عادي وليس في أي أبعاد أخرى، والمصدر الرفيع المستوى حدد أنه تبادل إطلاق نار وقع في منطقة حرس الحدود والتخالف مع مجموعة مهربين. أحداث بتحصل على مناطق الحدود المختلفة بصورة أو بأخرى، لكن يعني يجب أن نحذر من أنه وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن بتحاول أن تبث أخبار غير صحيحة، والإعلام الإسرائيلي في مجمله أستاذ مصطفى غير منضبط في هذا السياق، يعني يحاول أن يشير إلى بعض الأمور غير صحيحة خصوصا في مناطق الحدود وفي هذا التوقيت، وبيحاول يبرزها بصورة غير صحيحة، ومصادر مجهلة لا يجب التوقف أمامها. لكن بطبيعة الحال الرد المصري السريع لرفيع المصدر المصري رفيع المستوى أشار إلى هذا. هو مجموعة طبعا كما تعلم حضرتك هذه المناطق فيها عمليات تهديد بصورة دورية، وفيها يعني أعمال غير مشروعة مستمرة، تهريب مخدرات، تهريب بشر، تهريب، يعني في تفاصيل كثيرة في هذا الإطار. وبطبيعة الحال من المفترض أنه الجانب الإسرائيلي بيتوخى الحظ في بث هذه المعلومات أو غيره، لديهم حاجة اسمها الرقابة العسكرية، من المفترض أنها في إطار ما يتم الإعلان عنه، في إطار أنها أحداث عادية بتحصل بصورة مباشرة، والحرس الحدود بتاعهم بيتعامل مع المهربين في منطقة صحراء النقب بيتم في هذا السياق. ليس لهذا الحادث أي يعني مبررات أخرى أو أنها مرتبطة بما يجري على الحدود. طب هل ده ليه علاقة يعني بقصة الرغبة الإسرائيلية في البقاء في محور فيلادلفيا أن يتم تسريب مثل هكذا أخبار؟ هو ليس تسريب أستاذ مصطفى، هي أحداث عادية بتتم في هذا السياق، لكن تلوين كما أشرت حضرتك، تلوين وسائل الإعلام الإسرائيلية لمثل هذه الأخبار بيكون وراء أهداف محددة وبتصاغ بطريقة يذهب فيها البعد آخر غير الهدف الرئيسي لهذه مثل هذه العمليات الخاصة بعمليات التهريب داخل صحراء النقب. كما ذكرت هناك الرقابة العسكرية هي التي تتولى، مفترض يعني مفترض أن تتبع المعايير المهنية في هذا الإطار، لكن لا ننقل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية كل ما يقال، كما أشرت لحضرتك هي مليئة بالكثير من الأكاذيب و يعني المغالطات الإعلامية في هذه الأحداث. أعتقد أنه حادث عادي، تبادل إطلاق نار عادي، استهداف مجموعة مهربين داخل صحراء النقب، تم التعامل معهم مع حرس الحدود الإسرائيلي. ولكن طبعا التهويل الإعلامي من وسائل إعلام غير منضبطة بيذهب بهذا إلى ما أشرت حضرتك إليه، ويحاول أن يربط بين بعض التطورات الحاصلة في مناطق الحدود في هذا التوقيت. دكتور، ما زال التعنت الإسرائيلي هو المسيطر على ملف قطاع غزة والمراوغة من قبل الجانب الإسرائيلي، تعليق حضرتك. يعني أنا بتقديري أنه إسرائيل الآن ليس لديها ما تطرحه بالنسبة لعملية المفاوضات، وليس لديها ما يمكن أن تتقدم به، وبتحاول أن تخرب المفاوضات بصورة أو بأخرى. الجانب الأمريكي كما تعلم أستاذ منا كان من أنه يقدم مقترح خلال الأيام الأخيرة، وكان هناك تفاؤل بالنسبة لإمكانية الرد، وحركة المقاومة حماس أعلنت بصورة أو بأخرى أنها قبلت بمقترح 2 يوليو، وبالتالي المقترح الخاص بالرئيس بايدن، وما دون ذلك لم تعلن أي تطورات في الموقف الحركة حماس. لكن تم تسريب أنباء خلال الساعات الأخيرة أن حماس وضعت جديدة وما غير ذلك، طبعا بتفاصيل كثيرة كما تعلمي. الهدف من أن هذه الحكومة حكومة مراوغة لا تريد أن تصل بنا إلى المرحلة الأولى لاتفاق، يعني بدء مسار جديد
أنا في تأثيري هي تشتري الوقت، لديها استراتيجية تكتيكية قائمة على شراء الوقت للوصول للانتخابات الأمريكية 5 نوفمبر المقبل، ووقتها سوف يكون لكل حادث حدث. في عملية تخريب متعمدة للمفاوضات ونشر كم هائل من الأخبار الغير صحيحة عما يجري في المفاوضات والذكر بكل الأطراف ومحاولة إيهام الجميع والجمهور الإسرائيلي والرأي العام الدولي بأنه بطبيعة الحال أنها أن هناك أطراف تعوق هذه المفاوضات وأن الجانب الفلسطيني يتعنت في هذا الإطار، ودخلت في تفاصيل لا علاقة لها بجوهر العملية التفاوضية. والهدف في تأثيري أنه في رسائل متضاربة من الحكومة الإسرائيلية للجمهور الداخلي، حالة التظاهرات في حالة انقسام كبيرة حضرتك في إسرائيل بصورة لا تتخيليها، حالة من الفوضى داخل المستوى السياسي والعسكري لا يعني لا يمكن اختصاره في شكل تظاهرات فقط، وحالة الانقسام الداخلية مؤثرة على السياسي والعسكري، هو بطبيعة الحال يريدون تصدير الأزمة للأطراف الأخرى وإلى الأطراف التي تفاوض في هذا التوقيت للوصول للمنطقة إلى نقطة توافق نبدأ منها، بدل من أن يكون هناك ارتدادات عديدة لما يجري في غزة على الإقليم بأكمله. تعليق الشماعة يعني على الأطراف الأخرى وخصوصا الطرف المصري. طب أنت باعتقادك يا دكتور طارق، يعني هل ستنتهي، كيف ستنتهي هذه الأزمة؟ هل يعني سيبقى نتنياهو في فيلادلفيا ونتسريم، أم ستبقى قواته في كامل القطاع، أم سيكون هناك انسحاب كامل كما حدث في 2006؟ يعني بأي سنوات يعني باعتقادك ممكن أن يتم؟ طبعا كل ده متفقين ده هيحصل بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، أنا بتكلم السيناريو الأقرب إيه؟ يعني قد لا أفاجئك أستاذ مصطفى، إسرائيل ستنسحب من ممر صلاح الدين ومن ممر نتسريم وممر ديفيد اللي هم بيعملوه جوار المعبر. القضية هو تحسين شروط التفاوض ليس أكثر. تحت كل ما تشاهده الآن محاولة لتحسين شروط التفاوض، لكن إسرائيل ستنسحب. كما تعلم داخل المستوى العسكري من يؤيد فكرة الانسحابات التدريجية، ويتبنى هذه الفكرة كان وزير الدفاع أصلا ورئيس الأركان وعدد ومجموعة من قادة الكتائب داخل الجيش الإسرائيلي وهيئة الأركان هم المعنيين بالمستوى العسكري، لأن نتنياهو بطبيعة الحال لا يريد هذا، وبالتالي فكرة البقاء لن يكون هناك بقاء. موقف مصر الراسخ والشامل بمعنى أنها لن تسمح بوجود قوات إسرائيلية، هذا الموقف هو الذي يدفع إسرائيل لمحاولة للتصعيد بصورة أو بأخرى وصولا لأفضل شروط في التفاوض. ممر نتسريم هو الممر الخاص طبعا بعودة النازحين، والممر ده أزم شارع الرشيد والشوارع الجانبية لعودة النازحين بأعدادهم وما إلى ذلك، لكن حينما يتم وقف إطلاق النار، وسيتم وقف إطلاق النار بعد كل هذه الأمور، لأنه في النهاية أنا في تقديري عكس ما هو شائع، نتنياهو ليس هو إسرائيل. صحيح. هناك مراكز قوة في المجتمع الإسرائيلي ستظهر عند الضرورة، يعني كل ما تشاهده هو استعداد اليوم التالي. أنت أمام أحد سيناريوين، حالة من عدم الاستقرار والفوضى في إسرائيل، يحاول رئيس الحكومة إيهام الجميع بأن الدولة متمسكة وأن القضية قضية وجود وليست حدود، وبالتالي يصعد، والسيناريو الذي قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة أو ظهور ما يعرف باسم المجموعة العسكرية في إسرائيل، والتي ستستطيع أن تضغط اتجاهات معينة، لأنه مجموعة الجنرالات منقسمة الآن حول الهدف التالي بين نتنياهو هو في الواجهة. والسيناريو الثاني هو تحركة الأزمة ودحلحتها إلى ما بعد 5 فبراير، طبعا 5 نوفمبر، وبعدين بنتحدث عن السيناريوهات عن هذا الأمر الأحد بمعنى في هذا الإطار. صحيح صحيح. شكرا لك دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يعني أعتقد أن كل السيناريوهات بتقول أن الانتخابات الأمريكية هي المحطة اللي يمكن من بعدها يعني هتحصل إن شاء الله انفرجة في هذه الأزمة.